هذا السؤال يقول: ما حكم رسم العين بالكحل السائل أو بالكحل القلم؟ هل يمنع وصول الماء إلى البشرة ويؤثر على الوضوء؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كل صبغ يتجمد على العين، على أهداب العين وأجفان العين، أو يتجمد على الجلد ويمنع وصول الماء فإنه لا يجوز. أما الصبغ الذي ليس له تجمد وإنما هو مجرد لون على الجلد فهذا لا يضر ولا يؤثر في صحة الوضوء، والحمد لله. نعم.